أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بهذا الخبر، حيث تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقعها بمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن عناصر من الميليشيات الحوثية غرب مدينة تعز حاولت التقدم باتجاه منطقة الضباب، غير أن القوات الحكومية تمكنت من استهداف تلك العناصر الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار. يأتي ذلك بالتزامن مع استهداف القوات الحكومية معسكرا تابعا لميليشيات الحوثي بشارع الخمسين. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أهمية دور القضاء في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون، خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وجدد العليمي خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل على تذليل كافة الصعوبات للقيام بمهامه الدستورية على أكمل وجه. ناقش عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء التحديات والمخاطر التي تواجهها حضرموت والدور الذي يمكن أن يؤديه المجلس الانتقالي في هذا الصدد. في أول لقاء رسمي لعضو هيئة الرئاسة والمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي علي الكثيري مع قيادة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت عامر العامري، تم التأكيد على الدور المشترك الذي يمكن أن يؤديه المجلس الانتقالي في تعزيز التنمية وحفظ الأمن والاستقرار في مناطق الوادي والصحراء. أو هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل هذه الظروف التي يشهد فيها الوادي الكثير من التجاذبات وأيضا المخاضر العسير الذي نعتقد أنه سيسبق عملية خلاصه واسترداده لأهله. وهذا الأمر مثل ما قلنا وأكدنا في السابق نؤكده اليوم أننا في المجلس الانتقالي الجنوبي نمد أيدينا لكل أبناء حضرموت. في اللقاء أكد الكثيري دعم المجلس الانتقالي لجهود السلطة المحلية بالوادي والصحراء والتعاون في العمل لمصلحة حضرموت. وفي لقاء آخر التقى الكثيري بأعضاء الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي بالوادي والصحراء، موضحا لهم مساعي القيادة في تأمين الوادي وترحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى. تم مناقشة هذه القضايا في اجتماع مع الأخ الوكيل واليوم في الهيئة التنفيذية من تمكين أبناء الوادي من إدارة شؤونهم الإدارية والأمنية والعسكرية، وأيضا بسط النخبة الحضرمية على كل التراب الحضرمي من البحر إلى الصحراء. اليوم هذا ناقشنا مع الأستاذ الحضرمي الكثيري أمور عامة خاصة بالجنوب بشكل عام، وأيضا الإجراءات التي اتخذها الرئيس عدروس قاسم الزبيدي فيما يتعلق بحل المعضلات الموجودة، جانب اقتصادي، جانب خدمات، جانب عام. الموضوع الثاني فيما يتعلق بوادي حضرموت واتفاقية الرياض. الكثيري أشاد بشباب الغضب ونضالهم السلمي في الميادين، نضال قال أنه كان سببا في البدء باتخاذ خطوات لتغيير الوضع الأمني وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. تحدث الكاتب والباحث الأمريكي مايكل نايتس في مقابلة تلفزيونية عن تجربته مع قوات التحالف العربي في معركة تحرير عدن من الميليشيات الحوثية في عام 2015، وعن الجهود الكبيرة التي بذلتها قوات التحالف لمساندة الشعب اليمني. 25 يوما إلى عدن، كتاب يوثق القصة المجهولة لقوات النخبة العربية ودورها الحاسم في عملية إنقاذ عدن من براثن الميليشيات الحوثية. ويروي الكاتب والباحث الأمريكي الدكتور مايكل نايتس في كتابه
الذي استغرق العمل عليه 5 سنوات يروي قصصا عن تحرير مدينة عدن ومنع سقوطها في قبضة الميليشيات على أيدي القوات السعودية والإماراتية واليمنية. وقال نايتس في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إنه كان في عدن قبل ما يسمى بالربيع العربي وأنه أحب المدينة، وعبر عن امتنانه لمرافقة القوات العسكرية في الميدان، الأمر الذي جعله يفهم طبيعة النزاع وفق تعبيره. كما أشاد بالدور البطولي لقوات التحالف وتصديها لزحف الدبابات الحوثية أثناء محاولة اجتياح الانقلابيين لمدينة عدن. كان هناك الأيام الأولى للمعارك والحوثيون بدأوا يحققون انفجارات عبر استخدام الدبابات، ولم يكن للعدو الكثير من الدبابات. وعندما وصل الجنود الأوائل من الإمارات إلى عدن، قال اليمنيون: كيف يمكن وقف هذه الدبابات الحوثية؟ يجب المغادرة. ولكن الإماراتيين صمدوا وقالوا: لا تقلقوا، سنتعامل مع الأمر. وكان هناك توليفة من القوات الخاصة الإماراتية ميدانيا مع طائرات سعودية وطائرات إماراتية في الجو، وبهذا التضافر كانوا قد دمروا أكثر من 20 دبابة في بضع ساعات. أما عن الدروس التي استخلصها من المعركة، قال الكاتب الأمريكي إنه عندما تريد القوات العربية أن تقف مع حلفائها، وفي هذه الحالة اليمن، يمكنهم فعل ذلك وحتى بدون الولايات المتحدة، وأن الدول الخليجية أقامت تحالفا لضمان ألا تسيطر إيران ولا ميليشياتها الحوثية على اليمن. وفي المقابلة تحدث الباحث الأمريكي عن الجوانب الإنسانية التي أظهرتها قوات التحالف العربي مع المواطنين في عدن، وعن الأشياء الإنسانية الجميلة التي لمسها في الجنود الإماراتيين والسعوديين وقربهم من السكان اليمنيين. ناقش اجتماع ترأسه محافظ عدن أحمد لملسة بحضور مديري المديريات ومدير صندوق النظافة والتحصين عددا من المشاريع في المحافظة. الاجتماع ناقش مشروع محطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات وطبيعة المشروع الخاص بتعزيز المنظومة الأمنية عبر أنظمة مراقبة حديثة. كما تطرق الاجتماع إلى عملية النظافة والتحسين في عموم المديريات والدعم المقدم من السلطة المحلية لتطوير العمل. نظمت محافظة سوق قطرة حفلا خطابيا وتعريفيا بأهمية الأراضي الرطبة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة والذي يصادف 2 نوفمبر من كل عام. برعاية محافظ محافظة أرخبيل، سوق قطرة المهندس رأفت الثقلي والهيئة العامة لحماية البيئة وبدعم من IUCN وبتعاون مع جمعية سوق قطرة لحماية النباتات المهددة بالانقراض ومؤسسة سوق قطرة للتنمية والعديد من الشركاء المحليين، نظم حفل خطابي وتعريفي بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة، وذلك في قاعة المجمع الكويتي بالعاصمة حديبة. تعتبر سوق قطرة تمثل محمية جطوح اليمن في الأراضي الرطبة، وتم هذه الاتفاق وتم إعلانها في 2007 من ضمن الأراضي الرطبة إلى حد إلى 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 الوقت الحالي. فنشكر السلطة المحلية ونشكر الحاضرين جميعا على هذه الفعالية وعلى حضورهم. هذا الحفل يتزامن بعد تجهيز من قبل الهيئة والمعنيين في هذا المناسبة. طبعا احنا اليوم برعاية الأخ محافظ سوق قطرة المهندس رأفت علي إبراهيم أقيمة هذه المناسبة، وبيحضر أخ وكيل المحافظة والقيادات المحلية والأمنية. طبعا نتمنى أن تكون هناك مناسبات عديدة. هذه الاحتفال اليوم شارك بها من جامعة أرخبيل سوق قطرة، أيضا من مجمع الكويت الثانوي، أيضا المرشدين السياحيين، أيضا المدراء العموم في محافظة أرخبيل سوق قطرة. اليوم شاركنا في الأراضي الرطبة، وذلك تم التنسيق مسبقا ما بين الهيئة العامة للبيئة ومدرسة عطايا واللي هي الممثلة بمؤسسة خليفة للعمل الإنسانية، وتم هذا التنسيق من خلاله على الطلاب في الشعاب مسابقة الرسم، وتمت المسابقة هذه أكثر من 20 طالب، وتم الاختيار إلى 3 رسمات اللي هي 3 طلاب الذي فازوا فيها ونجحوا في هذه المسابقة.
الحفل تضمن العديد من الكلمات للسلطات المحلية والهيئة العامة لحماية البيئة ومحاضرات تعريفية وتكريم للطلاب الفائزين في مسابقة الرسم والمعلمات. ويأتي احتفال أرخبيل سقطرى بهذه المناسبة نظرا لأهميتها وتصنيف خورد طوح في قائمة الرمسار في عام 2007 ليكون الممثل الوحيد لليمن في التصنيف العالمي للمنظمة. تشهد أسواق الأسماك في مدينة المكلا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، خاصة أسعار الثمد، الأمر الذي تسبب في معاناة المواطنين وحرمانهم من خيرات بلادهم. إنه واحد من المشاهد التي تبين حجم الثروة السمكية في حضرموت. هنا في السوق المركزي للأسماك بمدينة المكلا، على الرغم من كثرتها واختلاف أنواعها إلا أنها ليست في متناول الجميع. معظم الأسر القريبة من هذا السوق لا يستطيعون شراء الأسماك بسبب ارتفاع أسعارها، ارتفاع وصفه مواطنون بالجنوني وغير المعقول. أصبحت الأسعار يعني فوق الخيال، يعني الكيلو تمد 10,000 ريال وين يوفر المواطن، وراته ما يقارب إلى 60 إلى 70 ألف ريال، يعني في اختلاف كبير. وهذا ندعو الساسة والقادة واللي لهم كلمة ورجال الاختصاص أن ينظروا للمواطن، يعني أن يوفروا يعني شيء للمواطن يقدر حتى يعيد، حتى يستطيع أن يوفر الخسارة لأهله ولأهل بيته. غالية هي، أنا مثل ما تكملية الحوتة ب 9,000 غالية. الأسعار غالية والله، جنون باطل والله، كلها رافع الأسعار. تمشى في السوق بس وتخرج، ما تقدر تشيل شيء صغير من الأسعار. أسباب كثيرة تقف وراء ارتفاع أسعار الأسماك، فغلاء أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية أجبرت الصيادين على رفع سعر السمك، إضافة لتصدير الأسماك إلى الخارج. المكلة الآن تغيرت وأصبحت الأسعار فيها على مزايهم، كل واحد بمزايه، والسيد كان هذا كله يبغى ويدب مسجل، يعطيك تيجي السيارة يعطيك من زنبيل بلاش عيد. الآن أصبحنا في فقر مدقع والله، أصبح الله يعين الشعب على هذا الحال. السيادة ما يقدر يروح البحر ولا يقدر يروح يبحر ولا يقدر ولا يقدر. ليش الدبة الحين قدر بعشرين 22، يعني بطلة صريطة وبطلة عالمة وبطلة من يجيبها ومن وصلها له، بتطلع على أقل حاجة 25 30. لا راح يومين البحر هذا بيقولوا لك الحاجة مليون 500، هي مليون 500 خليه كله ويالس له أفضل له. اليوم ياب بكرة ما ياب، ونياب اليوم ما بيغطي المشتقات اللي يصرفوا هذه. لو في دعم من الحكومه بيكون، حتى لو كان في دعم على الوضع هذا يعني في الاسعار في المشتقات النفطيه للصياد بيروح البحر. الصياد ما يقدر يروح البحر على الوضع هذا حاليا، ما يقدر يروح البحر حقيقي والله، لانه غالي. المواطنون هنا يطالبون بتدخل عاجل من السلطات المحليه بالمحافظه والحكومه ايضا لوضع حد لهذا الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك، دعم الصيادين ومراقبة الأسعار. حسن بالبحيث، قناة الغد المشرق، من داخل السوق المركزي للأسماك المكلا. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. لدة تعريفية بأنشطة كرسي أبحاث التعليم الإلكتروني في جامعة عدن. أهلا بكم جديد. أكد محافظ عدن أحمد لملسة أهمية إحداث تطور نوعي في نشاط التعليم الفني والتدريب المهني وفتح تخصصات تؤدي إلى مخرجات ونتائج تلبي احتياجات سوق العمل. وأكد لملسة خلال لقائه مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالعاصمة عدن محمد سالم دعمه لخطط وبرامج إدارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تضمن حصول الشباب والفتيات والفئات المستهدفة على مواد تعليمية وبرامج ومشاريع هادفة في بيئة تعليمية منظمة ومحفزة لطاقم العمل وللدارسين.
أقام كرسي جامعة عدن والأليكسو للتعليم الإلكتروني وتطوير المعلمين ندوة تعريفية بأنشطة كرسي أبحاث التعليم الإلكتروني وتطوير المعلمين خلال عام 2023. برعاية جامعة عدن وتحت إشراف عمادة كلية التربية وكلية اللغات، أقام كرسي جامعة عدن والإليكسو للتعليم الإلكتروني وتطوير المعلمين الندوة التعريفية بأنشطة كرسي أبحاث التعليم الإلكتروني وتطوير المعلمين خلال عام 2023. وهذا الكرسي يهتم بتطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الإلكتروني وأيضا تطوير مهاراتهم في كل جديد. نحن الآن في عصر التعليم الإلكتروني، وكما لاحظنا في فترة كورونا وما قبل كورونا عندما توقفت الدراسة في جميع الجامعات لم يحل محل التعليم التقليدي إلا التعليم الإلكتروني، لهذا كرسي الإليكسو للتعليم الإلكتروني وتطوير المعلمين. الندوة ناقشت عدة مواضيع تتعلق بأبحاث التعليم الإلكتروني وتطوير المعلمين وتصميم المقررات الإلكترونية وفق معايير الجودة. هذه ندوة هامة جدا من لإطلاق الأنشطة وتعريف المجتمع العلمي والمجتمع المحلي كذلك بالأنشطة التي ستقوم بها هذا الكرسي وإطلاقها إن شاء الله خلال هذا السنة عام 2023. هذا الكثير من الناس ما يعرف ما هي أنشطة هذا الكرسي وما هو الدور الذي سيقوم به لأجل البحث العلمي والنشاط العلمي. الدورة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتدريب في مختلف التخصصات لإنشاء منصة محلية للتعليم الإلكتروني ودمج تقنيات التعليم الرقمية في برامج تطوير المعلمين. صالح حنش، الغد والمشرق، عدن. نهاية النشرة. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوة.com وتطبيق ضبط الإخباري. دمتم بصحة.